المهندس سميح ساويرس من سنين اتفاجأت ان هو مهتم مش بشكل معلن او في بروباجندا بالتعليم سواء على مستوى المدارس او على مستوى الجامعات. هو ده المستقبل، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. مفيش بلد في الدنيا قامت من غير تعليم، مش ممكن يعني، استحالة. حتى لو اللي ماسك البلد جينيس ومتعلم وقوي وكل حاجة، إنما في النهاية غصب عنه لازم يبتدي يتكل على الناس كتيرة تعمل الشغل. لو الناس دي شبه متعلمة أو نص متعلمة أو مش متعلمة، مهما كان مفيش فايدة. التعليم مهم، بس بمنظور المستثمرين هو حاجة ما بتجيبش فلوس. ده هو ممكن يجيب فلوس، بس مش يعني ما يصحش يجيب فلوس. يعني أنا دايما بقول إن التعليم ده المفروض كل واحد يخش فيه عمل خير يعني. لأن التعليم اللي بفلوس ده أو بغرض الربح دايما هيبقى فيه خناقة داخلية. أجيب بروفيسور مثلا بياخد $50,000 وهدفعهم من جيبي، ولا كفاية واحد $10,000 مثلا في أمريكا. عشان كده الجامعات في أمريكا الكويسة كلها رغم أنها بمصاريف غالية وكده، إنما في نهاية الأمر كلها معتمدة على الإعانات. إعانات من الأهالي وإعانات من الناس الأغنياء. وده الروح اللي لازم تيجي في مصر دلوقتي حتى مع الجامعات الحكومية، لأن الحكومة مهما كان مش تقدر تكفي كل ده. يعني يا ريت مثلا كل رجال الأعمال من خلال الجامعات حتى الحكومية، مش شرط مثلا يعني أنا مثلا مجلس إدارة مدينة زويل اللي فيها جامعة زويل. بنحاول نجيب دعم من الناس وكده، بس يعني لسه الروح دي مش موجودة في مصر.